دقيقة مرحبا بكم في المؤشرات الاقتصادية. مينوت إيكونومي. وطأت التراجع لتتواصل بحد أكبر في بورصة تونس اللي خايم مرة أخرى شبح الانخفاض بشكل أكثر حد على أداء الحركة العامة للأسعار والمؤشرين الرئيسيين للسوق خلال حصة نهار البارح في بورصة تونس. سجل مؤشر تونديكس خلال حصة نهار أمس تراجع حاد بنسبة تقدرها 1.20% باش ينزل دون النقطة 6900 ويقفل في مستوى 6894.28 نقطة. كما أقفل مؤشر تونديكس بهبوط ملموس بنسبة 1.73% باش يقفل في مستوى 3033.74 نقطة. وبتوازي مع ذلك شهدت الحصة مستوى ضعيف نسبيا للنشاط بحيث بلغ حجم التداول بسوق الأسهم بتسعيرة البورصة 3.9 مليون دينار. مينوت إيكونوميك. أسعار العملة حسب البنك المركزي: اليورو 3457، الدولار الأمريكي 3071، الدينار الجزائري 0.252 دينار، والدرهم المغربي 3131. سعر البرميل النفط 67.12 دولار. نسبة الفائدة في السوق النقدية 7.90%. أيام التوريد 84 نهار بقيمة 14350 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة 315 مليون دينار، والحجم الجملي لإعادة التمويل 16196 مليون دينار. مينوت إيكونوميك. رقم اليوم اخترناه هو 250 مليون دينار، حجم الخسائر المتراكمة لشركة تونسية للحديد الفولاذ في منزل بورقيبة، واللي نجحت في تصدير أول شحنة من الخردة خلال شهر فيفري الفارط رغم وضعيتها الصعيبة حسب ما كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى سليمة فرياني، مبين وأنه الحكومة ساهمت من خلال إجراءات اتهام اتخذتها سنة 2018 عبر مجالس وزارية من تصدير الخردة، بعد وأنه عجزت سنة 2017 عن تصدير هذه المنتجات. وأضافوا أن ديون شركة صناعة الحديد اللي بلغت 20 مليون دينار سنويا إلى جانب ديون متخلدة لفائدة مزودي الخردة اللي يطالبوا بها لضمان إمدادات الخردة. مينوت إيكونوميك. جولة صغيرة في أهم الأخبار لزيت الزيتون التونسي المعلب. موقع في الأسواق العالمية صعب واستراتيجية لمجابهة الخطر المحدق، هذا أهم ما جاء في البارح في البروموسيون انترناسيونال دي لابيل تونيزيان دو لويل دوليف بيرسبكتيف استراتيجي اللي صار البارح لنظمته الغرفة النقابية الوطنية لمصدري زيت الزيتون التونسي. مينوت إيكونوميك. البنك التونسي للتضامن حكى على تمويل 13000 مشروع بحجم استثمارات 240 مليون دينار، وهكا تقريبا نكملوا اهم المؤشرات الاقتصاديه بلادنا لليوم. مينوت ايكونومي. شكرا لكم على حسن المتابعه، شكرا الى كل الفريق، ساره بارك الله فيك، شكرا المروه الجزيري، شكرا لصديقتنا في الاخراج اليوم اللي تسلم عليكم بالموسيقى لبنينه تسويد يسرى رامي عياش. خليكم مع